معاكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي اللي كده ونصلي على النبي. بشكر كل فانزاتي من كل البلاد على تعليقاتهم الحلوه ولايكاتهم الجميله، واللي اول مره بقى يشوف قناه عالم حنان يشترك في القناه ويفعل الجرس بكلمه الكل ويوصله كل اشعاراتي. هناكل بقى النهارده، هنتغدى مع بعض ملوخيه ورز ابيض، فاحنا بقى نتغدى مع بعض بقى فراخ مشويه بالفحم وملوخيه ورز ابيض. فقلت اطلع بقى اتغدى مع فانزاتي اللي بيحبوني، انما اللي ما بيحبونيش ما يتفرجوش عليا. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بقى اتغدوا معايا. متنسوش بقى اللايك. الملوخيه جميله قوي والله، ماما اللي طبخاها. لما بكون معزومه عند ماما بقى بطلع اتغدى معاكم اكتر الفيديوهات كده، لان بيبقى حد يعني بيصور له كده، اختي بتصور له. اللي عايز بقى وصفة الملوخية والفراخ المشوية هتلاقوها على القناة. انا بحب بقى الجناح قوي، مين بيحب الجناح زيي؟ شيل الجلد بس كده. جميل والله. في ناس بقى بتاكل يعني ياخدوا الرز كده وبعدين الملوخية، انا بقى بحب احطهم على بعض. فاللي هيتضايق بقى كل واحد له طريقة أكل. في موضوع كده عايزة أتكلم فيه، المحتوى اللي أنا بقدمه، أنا بقدم طبخ وتحديات، أو عشان أكتر الأوقات أنا بطلع أكل لوحدي لأن ولادي صغيرين وبيبقى عندهم دروس وبتضايقهم، وساعات ما بيبقوش عايزين ياكلوا قدام الكاميرا أو كده أو يقعدوا. جرس ترن طبعا. معلش يا حبيبي بقى فصلت عشان ابني كان طالع من الدرس. اقول لكم بقى ندخل في موضوعنا. انا قناتي محتواها بسيط، فدايما ولادي ما بيرضوش يطلعوا معايا، وانا بطلع اكل معاكم لوحدي. نصدقوا بالله انا والله العظيم نفسي امسك خشبه وانزل ورا ولادي كده واضرب، عشان نحكي كلام ما بيحلاش الا ساعه الفيلم. والله حبيبي انا عارفه اقول لكم ايه، المود بتاعي بيتغير ومانيش عارفه اني كنت بقول ايه، ولازم افصل كل شويه. فبقول لكم بقى انا بطلع لوحدي كده اما بكون تحدي، هتلاقوا الكلام بتاعت كذا مره، معلش بقى استحملوني. اما بيكون بقى هتغدى بتغدى معاكم كده لوحدي، بعمل وصفة بعملها على حسب المحتوى. خلصت بقى الموضوع ان المحتوى بتاعي ممكن مش هيعجب ناس عايزين بقى تحديات وفريق وكده، قليل بقى لما يبقى في الحاجات دي، عشان ولادي مع مواعيدهم مش بتناسبني وما برضوش. ف
يشوف بقى المحتوى ويعجبه يحط لايك، انما اللي ما يعجبوش محتوايا ما يشوفنيش يعني، ما يقوليش انت يعني. في حد داخل لي بيقول لي انت ما انتش محترمه، انا مش طالعه ارقص، قناتي مش للرقص، عشان يقول لي انت ما انتش محترمه. انا مش مضايقه ولا حاجه، انا الادمن بتاعي مسحه، انا عندي ادمن بيشوف التعليقات السلبيه بس بيقولها لي. حضرتك او حضرتك ايا كان كاتب لي وانا عارفه ان هيشوفني، حضرتك اللي مش محترم او حضرتك ليه بقى الدبوسه اتفكي بس ما علينا، لان انت مفكر ان كل الناس زيك او زيك. ما هو كل واحد اما بيقول تعليق او اما بيقول كلام بيقوله بناء عن شخصيته. وبعدين برضو عامله محتوى وبقول انا قاعده عند في بيت اهلي وفي السطح وكده، فبيقول لي او هي بتقول لي ايا كان اسره مين انت، مالكيش اهل، انت مين انت، بتحترمي نفسك، انت عندك ولدين. وهو كان في ايه في الفرح، كنت انا اللي برقص مثلا؟ عموما بدل التعليقات السلبيه دي ما تشوفنيش او ما تشوفنيش، المال لو ما كنتش من دمياط. انا معجبة بمحتوايا وشايفة ان محتوايا كويس، فاللي مش عاجبه ما يتفرجش. الكلام ده مش بعيدا عن فانزاتي اللي بيتابعوني واللي بيحبوني واللي بيدعموني على دماغي من فوق، الكلام ده رايح للاشخاص اللي بتخش كده تهري في التعليقات بس. انت بتعبر او بتعبر عن بيئتك، مفيش اسلوب ولا في حوار، انت كده او انت كده، فنفكر ان انا زيك او زيك. كل واحد بيشوف الانسان بداخله جواه، ففي هنا سواد بقى وهري كده وغل، فما ينفعش بقى يعني ايه. روحوا شوفوا محتوى نظيف، انا محتوايا سافل يا جماعه، روحوا شوفوا محتوى نظيف. وبعدين بقى خلينا بقى مع فنزاتي الحلوين والملوخيه الجميله دي اللي ماما عاملاها والفراخ، وسيبنا بقى ايه من اللي بتقال. حطوا بقى اللايك لو وصلتوا بقى لحد هنا، حطوا اللايك عشان ده اللي برفع فيه. هتشوف فيديوهاتي دايما متكرره هي هياها، بس عشان ريتش القناه ما يقعش فلازم اعمل ايه فيديوهات يعني. بس انا والله محضره لكم حاجات كتير يعني في دماغي، بجهز لها ان شاء الله باذن الله، بجهز حاجات كده يعني مفاجآت وحاجات كده وتجديد في محتوى القناه عشان برضو ما تزهقوش وتملوا. عماله اقعد هنا واشرب قهوتك بقى هنا عشان بصور. محضره لكم شويه حاجات حلوين. بس مش هقول عليها بقى عشان ايه، سيبها لكم مفاجاه. ما ينفع بس هقعد. طرحه ظروف ايه؟ ماما. هي قلبي. ماما. نعم. فين؟ لا. المكان مش هينفع. ايه؟ مش هترضى. سلمي يا ماما. ما تسلم انت على المتابعين، انت قاعد كده في مكانك. او تعالى هنا جنبي. تعالى سلم على المتابعين، ليك فانزات اصلا بتحبك. على فكره انا اكثر فانزاتي لا لا لا. اكثر فانزاتي قد عمار كده واصغر كمان والله. سلم عليهم ببقك. وحشتوني. بتاع المقالب اهو عمار. سلم عليهم يا عمر. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا يا جماعه حطوا اللايك ما تنسوش.
الروحي. واللي يشوف الفيديو يحط اشتراك. لأول مرة يشوف. ما بحفظش المقدمة. حطوا بقى اللايك النهاردة عشان ميرو قاعدة اهو معايا. اخبار الطرح ده تسلمي يعني. عايز هنطلع المرة الجاية. عايز تيتا تسلم عليكم. هنطلع المرة الجاية ان شاء الله. بس انا هطلعها معايا في مرة يعني. هي والله كلكم هتحبوها. بنجهز هتحبوها قوي يعني. بنجهز كده حاجات بس في القناة. عشان يعني ايه المحتوى يطلع مظبوط وكده. ف انتوا شفتوا اخواتي لسه بقى طلع يعني هتشوفوا ماما وبابا. حمص حمص والله حبايبي. انا ربنا كرمني ان انا بطلع اعمل فيديوهات. ازيكم يا ماما؟ احنا هنختم. متنسوش اللايك. وكده بقى يا حبايبي انا والله شبعت الحمد لله. كده بقى نكون خلصنا مع بعض بقى الفيديو. لو عجبكم بقى الفيديو حطوا اللايك وتعليق حلو كده جميل. وقولوا لعمار يحترم نفسه بقى شويه. مش مقلب. و مش مقلب. لا ده انا انت اللي هتعمله حفله يتعمل فيك. وبشكركم جدا. وباي باي.